المرأة المغربية عن جد، ومش عم بحكي بس أحكي امرأة. أول شيء بالفيتشرز تبعها كتير تيبي، يعني لما نشوف جمال مغربي دغري بنقدر نعرف إنه أو بنتغنى بنقول جمالها مثل الجمال المغربي. عندها هيك شيء جامع بركي بين الحضارتين الشرقية والأوروبية، فهيدا الشيء بملامح خاصة فيها كتير. هذا الشيء هيك كاركتيرستيك كتير بخص الامرأة المغربية والمغرب العربي بشكل عام، يعني فيك تشوفيها يعني تميزيها عن بعيد. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.